صباح الخير فرح. يسعد صباحك نرمين. كيفك اليوم؟ كتير رواق. الحمد لله رب. صباح الخير لك ولكل مشاهدي الإخبارية السورية. يوم جديد ونهار جديد إن شاء الله يا رب يكون حامل كل الخير والفرج وراحة البال لكل الناس. هيك دائما مع بداية الأسبوع الجديد إن شاء الله بنتمنى إنه تكون أمورنا ميسرة ونكون يعني تصير معنا شغلات هيك لو بسيطة لكن أكيد بتدخل للسعادة لألومنا. قديش الشغلات البسيطة مثل ما قلتي نرمين ممكن تغير لنا يوم كامل. كلمة صباح الخير من حدا من حبه ممكن تصرف لطيف الصبح قديش ممكن يغير مزاج يوم كامل. فقد نحن نتمنى فعلا هي التصرفات الصغيرة تكون مع كل حدا مننا نقدر نكون جنب بعض يمكن بهي الأيام الصعبة ونخفف شوي عن بعض. صباحنا على مدار ساعة وربع من الوقت نتمنى أكيد نقدم لكم كل المتعة والفايدة ونجاوب على كل الأسئلة اللي راسلتونا فيها على صفحتنا على الفيسبوك. بعد الفاصل رح نبدأ مشوارنا لليوم ومثل ما تعودنا منقلب سوا كل يوم برزنامة التاريخ وأبرز الأحداث يلي صارت بعشرة أيلول. خلونا نتابع. اليوم 10 أيلول شهد كتير من الأحداث. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1990 البابا يوحنا بولس الثاني يفتتح كنيسة سيدة السلام في كوت ديفور وهي إحدى أكبر كنائس العالم. وفي عام 2002 سويسرا التي تشتهر بكونها دولة حيادية تنضم إلى الأمم المتحدة بعد عشرات السنين من التمنع. بعام 2015 فريق من الباحثين بقيادة لي روجرز يعلن عن اكتشاف نوع بشري جديد في جنوب إفريقيا وهو إنسان ناليدي. وبعام 2017 إعصار إيرما أقوى إعصار يشهده إقليم الكاريبي في التاريخ المسجل يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية بعدما ألحق أضراراً بالغة في جزر الكاريبي. من الشخصيات يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1972 بطلة ألعاب قوى سوريا غادة شعاع. ومن الشخصيات يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1949 أحمد سالم أول مذيع مصري في الإذاعة المصرية بعام 1936. وأولى فقراتنا نرمين عن رح نحكي عن موضوع يمكن كتير حساس وكتير من الأشخاص يمكن ما بينتبهوا لخطورة وأهمية الموضوع طريقة حفظ الأدوية وشو هي الأدوية اللي بنحافظ عليها بعيدا عن درجة حرارة الشمس العالية وشو هي درجات الحرارة المناسبة للأدوية. رح نحكي عن الطريقة الصحيحة لحفظها مع الصيدلانية هالة شاهين دكتورة في كلية الصيدلة بجامعة دمشق. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحكم. صباحك وأهلا وسهلا فيك. دكتورة عم نحكي عن موضوع ارتباط درجة الحرارة بطريقة حفظ الأدوية. خلينا نحكي شو الصحيح اليوم بحفظ الأدوية قبل ما نفوت على موضوع الحرارة وطريقة صحيحة لحفظ الأدوية. كثير بتشكركم أنه طرحتوا هذا الموضوع لأنه مثل ما تفضلت يمكن الناس ما بتنتبه أنه طريقة حفظ الأدوية هي عامل أساسي بأنه نحصل على الفعالية الكاملة من الدواء. الحقيقة الدواء خلينا بس نحكي التركيبة الدوائية. طبعا الدواء نحن بنشوفه جاهز بالصيدليات لكن هو عبارة عن تركيبة مؤلفة من المادة الدوائية الأولية مادة واحدة أو أكثر ومضاف لها اللي نحن بنسميهم سيواغات اللي هي عوامل أو مواد مساعدة لحتى تعطيني الشكل الصيدلاني اللي أنا عم بحصل عليه. هلأ دراسات وقت عملت هي التركيبة عملتها بنسب ومقادير متساوية ودرستها لحتى نحصل عليها بأحسن شروط ممكنة لتعطينا أفضل فاعلية ممكنة. أي تغير بالشروط يلي يتعرض لها الدواء بده يأثر على هالتركيبة هي من المواد الأولية مع السواغات الموجودة ممكن يصير تفاعلات ضمن الدواء لحتى وممكن نحصل على مركبات سامة أو ممكن نحصل على فقدان للفعالية إلى آخره. إذن الشروط يلي بنحفظ فيها الدواء أو التركيبة هي شروط كتير محددة كتير دقيقة لازم ننتبه لها. أهم شيء ما يكون الحفظ قريب لا على
مصدر حراري ولا على مصدر رطوبة، لأنه الرطوبة والحرارة كتير بيأثروا بيعملوا أو بيشجعوا على تفاعلات بتصير ضمن المادة الدوائية. إضافة لهالشيء تعرض الدواء خاصة الدواء الحبوب والأقراص والمضغوطات تعرضها للهواء كتير بيأثر أيضاً على فعاليتها، حتى الضوء مؤثر على الفعالية الدوائية اللي نحنا بدنا نحصل عليها من الدواء. إذن كتير مهم ننتبه للتركيبة الدوائية، نحنا شو هي العوامل اللي عم تتعرض لها، وبس حفظناها بالشروط المثلى يلي هي جاي معها نحصل على أفضل فعالية. دكتورة دائما نسأل حالنا شو هي الشروط الصح أو الشروط المثلى، مثل ما تفضلتي وحكيتي، لما بنشوف بعض الأشخاص يمكن بيحفظوها بالبراد لجميع أنواع الأدوية على اختلافها وعلى أنواعها، البعض الآخر يمكن بكفي يقول نحطها بالمطبخ أو نحطها بالصيدلية بمكان يمكن بعيد عن متناول الأطفال، هو الشيء كافي، فخلينا نميز عن المكان الصح. تمام. وهل لكل نوع من الأدوية شروط حفظ تختلف عن النوع أكيد. الآخر؟ أكيد. هلا يا محل المطبخ، نحن عم نشوف ناس عم تحفظ الأدوية بالحمام، بخزانة الحمام بيحطوا الأدوية. تمام. هلا برجع بقول كتير مهم نحن نحفظ الدواء بمكان خالي من الرطوبة وبعيد عن الحرارة. البراد هو وسط عالي الرطوبة، فبالتالي أنا وقت بدي أحفظ فيه الأدوية، خاصة الأدوية الجافة يعني المضغوطات والأقراص والكبسولات، أنا عم حطه بوسط عالي الرطوبة. لو كان هو ضمن العبوة بده يتأثر بالرطوبة الموجودة فيه. والشراب دكتورة نفس الشيء؟ أبداً ما منحط دواء حبوب أو كبسولات ما منحطها بالبراد. الشرابات ممكن نحطها بالبراد إذا كان مذكور على العبوة أو مذكور ضمن النشرة المرفقة بالعبوة الدوائية أنه هي لازم تتحفظ بالبراد. نحن دائماً منوجه أنه الحفظ الأمثل بالبيت يكون بمكان جاف ومظلم وبحرارة الغرفة، يعني مو شرط بالبراد، إنما أنا بخصص له خزانة خلينا نقول أو رف معين ضمن الخزانة عندي بيكون مظلم بعيد أكيد عن المطبخ وعن الحمام لحتى يكون بعيد عن الرطوبة وعن الحرارة، وبدرجة حرارة الغرفة، درجة حرارة الغرفة هي درجة ملائمة لأغلب أنواع الأدوية. سألتي عن الشرابات، الشرابات طالما هي مسكرة ومحفوظة هي أنا بدرجة حرارة الغرفة بيكون كتير منيح بالنسبة إلها. بعض أنواع الشرابات بيكون مكتوب عليها أنه بس فتحناها هون بحطها بالبراد، ممكن إذا كانت تعليماتها مذكور فيها هذا الشيء. عندنا شربات الأطفال، شربات الالتهاب يلي بتنعطى للأطفال يلي هي بتجي بشكل بودرة وبتنحل. تمام. هي حتماً أنا بس حليتها بدي حطها أكيد بالبراد، لأنه ما تحتوي لا تحتوي على مواد حافظة، فبالتالي أنا ممكن إذا تركتها بحرارة الغرفة تفسد. إذن كل دواء في له طريقة حفظ مذكورة ضمن النشرة المرفقة بالعبوة الدوائية أو ممكن على الكرتونة بدنا نقراها قبل ما نستخدمها. دكتورة عفوا، بعض بيقول يمكن أدوية الالتهاب بشكل خاص مجرد فتحنا العبوة مدتها 7 أيام، البعض الآخر بيقول لا طالما نحن حافظينها بطريقة صح مسموح استخدامها. شو الصح؟ لا، شربات الأطفال اللي بتنحل معها 7 إلى 10 أيام فقط لا غير، وبعد منها بدي ارميها حتما ولو كان بقيها نص الأنينة. يعني بيجوز في ناس بتقلك انه طيب باقي نص الأنينة، اوكي لو باقي نصها. نعم. بس اعرفوا انه بس حفظتوها لأكثر من هذا الوقت هي فقدت فعاليتها. اذا انا هدول الشرابات بحفظهم لمدة 7 إلى 10 أيام. نعم. حتى عنا الأطرات العينية بس فتحناها لو استخدمناها لمرة واحدة بعد شهر من فتحها بدي كبها، لأنه عملية فتح القطرة العينية يعني هي صارت على تماس مع الهواء المحيط، ممكن تأخذ شيء من الجراثيم اللي هي موجودة بالهواء المحيط فيها تتجرثم، وبالتالي إحنا القطرات العينية لازم تكون وسط عقيم تماماً لا يحتوي على أي جرثومة. إذن كل دواء فيه له طريقة حفظ، المفروض نحن قبل ما نستعمل أي دواء إلنا أو لحدا عنا بالبيت نقرأ النشرة المرفقة بالعبوة الدوائية لأنه مذكور فيها كل الشروط المناسبة للتخزين. دكتورة خلينا نرجع لموضوع تأثير درجات الحرارة على الأدوية. يمكن بعض الأشخاص بيحتاجوا أنه يوميا يأخذوا كميات من الأدوية، عندهم بعض الأمراض المزمنة. تمام. وبيحتفظوا بأدويتهم مشان ما ينسوا بالسيارة، وهذا الشيء نحن ما نعرف قديش السيارة يعني تختزن كميات حرارة كبيرة. خلينا نحكي عن خطورة هذا السلوك وتأثير الحرارة بشكل كبير على بعض يعني المركبات إذا بدنا نقول. تمام. نعرف يمكن في درجات الحرارة العالية ممكن تحول بعض المركبات لشيء سام يعني. أكيد. بالعكس اكيد هلا حفظ بالسياره مرفوض رفضا قاطعا صيفا شتاء. يعني حتى بكره بالشتاء نقول انه والله طيب الطقس بارد، ولو بارد الحفظ ضمن السياره بتلاحظوا بالشتاء بنكون برا بردانين، اذا السياره واقفه بالشمس او هي بنركب خايد فينا.
حفظ الأدوية ضمن السيارة مرفوض رفضاً قاطعاً. هلأ اللي بيضطر ياخد أدوية بشكل يومي وهو بيغادر البيت لفترات طويلة ممكن يحملهم معه بالشنطة، لكن بده ياخد احتياطه. بالفترة اللي مرقنا فيها كان في درجات حرارة عالية جداً بالأربعينات، هون لازم ياخد بعين الاعتبار أنه علب الدواء أو الحبوب الدوائية اللي هو عم ياخدها يحاول يغلفها بكيس نايلون يحتوي على بوز مثلاً، يخلي قريب من الدواء لحتى ما ترتفع درجة حرارته، لأنه ما في دواء لا يتأثر بدرجات الحرارة العالية. أكثر دواء ممكن يتحمل لدرجة حرارة الغرفة اللي هي 25-27 درجة مئوية، أعلى من هيك حتماً بده يتخرب الدواء، ومثل ما قلتي ممكن يفسر، ممكن نخسر فعاليته. لذلك اللي مضطر ياخد أدوية وهو عم بيغادر البيت لفترة طويلة يحاول يرفقها مع أي شيء مبرد، مثلاً حافظة دواء مبردة أو كيس نايلون في بقلبه شوية بوز يخليه مع علب الأدوية. طيب لحتى يحافظ عليه. دكتورة، في مركبات أو أدوية ما بتستحمل حرارة أبداً عن غيرها، يعني عوامل الخطورة فيها لتفسد أكثر من غيرها؟ بالنسبة للحبوب والكبسولات كلياتها بتتحمل لدرجة حرارة 25. هلأ في عنا أصناف الهرمونية خاصة مرضى السكري اللي بيستخدموا أنسولين، الأنسولين ما بيتحمل أكثر من درجة حرارة 8 مئوية. لذلك اللي إذا عندكم حدا قريب مريض بالسكري بياخد أنسولين بتلاحظوا أنه دايما يحتفظ فيه بالبراد، فإذا بده يطلع من البيت وياخد معه الأنسولين لأنه بده يستعمله أثناء النهار، هون أكيد بده يجيب حافظة مبردة للأنسولين، وإلا إذا بيغادر الأنسولين بيطلع من البراد وبيضل معه كل النهار ما لح يحصل على فعالية نهائية. نعم دكتورة، الأشخاص كتير بيسألوا شو هي المظاهر اللي ممكن تظهر على الدواء لنعرف إنه الدواء صار فاسد، في حال إحنا احتفظنا فيه بشروط ممكن تكون هي صحية لكن فسد الدواء. أحياناً بيطلع ملامح فساد، لكن للأسف أحياناً بيفسد الدواء وما بيظهر عليه أي شيء. هلأ نحن بدنا نراقب الرائحة، بعض أنواع الأدوية بيصير في إلى رائحة كريهة بس تفسد، ممكن تغير بالقوام، هي منشوفها كتير بالكريمات والمراهم، بيقولوا بالعامية مصل، بيصير شيء جامد مع سائل تماماً، بس شفنا الكريم أو المرهم بهي الطريقة عرفوا أنه صار فاسد. ممكن يتغير لون الحبة، عنا مثلاً تيتراسيكلين اللي هو دواء التهابي كتير يؤخذ لحب الشباب، هو لونه أصفر بس فسدت تتحول للون بني، بس شفنا لون الحبة تغير إذن هي فسدت. إذا مجموعة من العوامل نحن بدنا نلاحظها على الدواء حسب شكله الصيدلاني، مثل ما قلنا الرائحة، تغير اللون، تغير القوام، لاحظنا هذه الأشياء المفروض فوراً أنه نرمي الدواء بالقمامة. هلأ برجع بقول لك في بعض أنواع الأدوية للأسف ما بيطلع عليها ملامح للفساد، هون لذلك لازم نكون نحن منتبهين كيف عم نخزن الدواء لحتى ما يتعرض لفساد وناخده ونحن ما لنا عارفانين. دكتورة، يمكن كلياتنا بصيدلية المنزل يعني في عنا كميات كبيرة من الدواء بنستخدمها وما بنستخدمها، فلما يصير لنا أي عرض بناخذ هذا الدواء وبعدين بنكتشف إنه هو خلصت مدة صلاحيته، أحيانا للأسف ممكن نشتريه وما لنا منتبهين، نحن ما لنا قريانين تكون خالصة مدة صلاحيته، فهون أكيد الدواء يمكن بيكون فسد، ولا بيقولوا لك إنه في فترة صلاحية بتكون غير المدة المكتوبة على العبوة، شو صحة هاي المعلومة؟ بالنسبة لتاريخ انتهاء الصلاحية، نحن دائماً بنأكد إنه الحفظ السليم بيخلي تاريخ انتهاء الصلاحية ساري بعد التاريخ اللي مذكور على العبوة. كيف؟ تاريخ انتهاء الصلاحية الشركات وصلت لتحدد هذا التاريخ لكل دواء بناء على دراسة فعالية الدواء. تاريخ انتهاء الصلاحية يعني أنه الشركة المصنعة تضمن هذا الدواء صار أو فعال 100% لغاية هذا التاريخ يلي مذكور على العبوة. أنا إذا حفظته بطريقة جيدة حيضل هذا الدواء يحمل فعالية عالية، بجوز ما تنزل فعالية أكثر من 5% أو 10%، حيضل في نسبة فعالية بنسبة 90% 95%، برجع بكرر بشرط الحفظ السليم للدواء أثناء فترة سريان الصلاح. ممكن يتحول لحالة تسمم لا سمح الله إذا تناولنا أدوية وخالصة مدتها؟ إذا خالص تاريخ انتهاء صلاحيته ومتعرض مثل ما قلنا لرطوبة لحرارة عالية إلى آخره، قد يتحول بصير تفاعلات سامة ضمن الدواء ويعمل حالة تسمم مثل وقت بناخد أي شيء فاسد. يعني كيف وقت بناخد طعام فاسد، نفس الشيء بالنسبة للدواء، إذا كان فاسد، إذا كان متعرض برجع بقول لرطوبة وحرارة، أعراض تسمم واضحة وصريحة. الشيء الأخطر وقت بتفسد الأدوية
مو بحالة التسمم اللي بيساويها، بفقدان الفعالية. كثير من الأدوية لما بتتعرض لعوامل خارجية مثل ما قلنا رطوبة، هواء، ضوء، حرارة، بتفقد فعاليتها. وفقدان الفعالية كثير خطر وقت نكون عم ناخد نحن دواء مزمن لحالة صحية خطيرة مثل أدوية القلب مثلا، أدوية الضغط. هون بيكون المريض عم بياخد الدواء بدون ما يحصل على فعالية، فممكن يصاب بنوبات من ارتفاع الضغط الشديدة جدا، ممكن حالة قلبية، ممكن حتى مرضى السكري، مرضى الغدة. إذا كان الدواء النوعي اللي عم بياخده فائت فعاليته، هون الخطورة لسه أكبر من أنه ياخد دواء يسبب له تسمم. لذلك لابد من الانتباه لحفظ الأدوية لحتى ما نوصل لهالحالة. بعض الأمهات دكتورة منلاحظ أنه ممكن يحتفظوا بأدوية الالتهاب، أدوية خافضات الحرارة في حال حدث أي طارئ ممكن بالليل، ما يعتازوا يستخدموا. في حال خلصت مدة هذا الدواء مثل ما منقول وعطوها للأطفال، كمان هون تسمم الدوائي ممكن يحصل مع الأطفال بأدوية الالتهاب أو حتى خافضات الحرارة؟ هلأ أنا الحقيقة بدي ركز على فكرة، مضادات الالتهاب ما المفروض نحن نحتفظ فيها بالبيت، لأنه هي لا تعطى عشوائيا. نحن صيدلية المنزل المفروض ينوجد فيها أنواع محددة من الأدوية، هي اللي لازم على طول موجودة، اللي هي خافضات الحرارة لكل أفراد المنزل. يعني عندنا صغار وعندنا كبار، بدنا نحط بصيدلية المنزل خافضات حرارة للكبار وللصغار، أدوية الإقياء، أدوية الإسهال، ومضادات التحسس. ما عدا ذلك أنا ما المفروض أحتفظ عندي بكميات من الدواء، وما المفروض خزن أدوية، لأنه كل أنواع الأدوية الثانية لا تستخدم عشوائيا. هدول الأدوية الأربعة اللي أنا ذكرتهم ليش منخليهم بصيدلية المنزل؟ لأنه إذا صار حالة بالليل مفاجئة لبينما أوصل لعند طبيب، هي حالات مهددة للحياة، يعني حرارة ارتفاع كتير شديد أو حالة إسهال مائي، ممكن يصير تجفاف عند الشخص المريض، نفس الشيء الإقياء، حالات التحسس اللي تجي مفاجأة نتيجة لدغة، قرصة إلى آخره. لذلك هدول حالات مهددة للحياة، أنا بحطهم عندي بالبيت الأدوية لأنه بقدر بستعملهم لهالحالات. ما عدا ذلك أنا ما المفروض خزن بالبيت. لو خزننا دواء، لو فرضنا مثل ما تفضلتي الأم استخدمت دواء فاسد لطفل، نفس الأعراض اللي حتصير عند الكبير، حالات التسمم نفسها حنشوفها عند الطفل تماما. لذلك ما المفروض نخزن، ما المفروض نستخدم أي دواء قبل ما نتأكد من تاريخ انتهاء صلاحيته. برجع بأكد الحفظ السليم كتير بيوفر علينا وجعة راس، بيوفر علينا شوية. نرمين، طريقة حفظ الأدوية بالشكل الصحيح ممكن بتغيب عن بال كتير من الأشخاص تماماً. ومخاطر استخدام الأدوية الفاسدة كمان بتغيب عن كتير من الأشخاص. دكتورة بنصائح شو ممكن إحنا نحتفظ بأدوية معينة في حال حبينا مثلا دواء معين نحتفظ فيه لفترة أطول؟ في خطوات معينة ممكن تتصرفها السيدة هون؟ مثل ما قلت لك، أهم شغلة ما نخزن أدوية بكميات كبيرة. الاعتناء بطريقة التخزين يكون بمكان جاف ومظلم وبدرجة حرارة مناسبة. دائما قبل ما نستخدم أي دواء نطلع على النشرة المرفقة ضمن العبوة الدوائية، نأكد على شروط التخزين لأنه كلياتها بتكون مذكورة ضمن النشرة. صيدلية المنزل برجع بقول ما المفروض أكثر من 4 أنواع من الأدوية يكون موجود فيها، يلي هي خافضات الحرارة، أدوية إسهال، إقياء، ومضادات تحسس. ما عدا ذلك لا تخزنوا ولا تستخدموا أي دواء عشوائيا إلا بعد ما تسألوا أي طبيب أو أقرب صيدلي موجود إليه. بالنسبة كمان للفيتامينات دكتورة، كمان إلى مدة معينة من تاريخ الصلاحية أكيد في حال أكيد ما استخدمناها بشكل دوري؟ الفيتامينات والمكملات الغذائية، الحقيقة في مفهوم خاطئ عند الناس إنه هي فيتامينات ومكملات غذائية، هي ما أنا دواء. لا، هي دواء، هي مركب دوائي مثل أي دواء تاني، وتخضع لنفس شروطه، وايضا لا تستخدم عشوائيا. كمان هي بنشوفها كثير عند العالم، انه بتلاقيهم عم بياخذوا كميات كبيره من الفيتامين، انه اي فيتامين هذا، انا جسمي بياخذ شو ما بده بيكب الباقي. لا يا جماعه، اذا جسمنا مانه بحاجته، مثل كانه نحن عم ناخذ دواء نحن مالنا بحاجته. لذلك حتى الفيتامينات، حتى المكملات الغذائيه ننتبه تماما قبل ما ناخذها، ما ناخذها قبل ما نعمل اختبار او تحليل باي مخبر انه احنا فعلا ناقصنا هذا الشيء ونستعيد عنها. يعني أنا بفضل بوارد غذائي متوازن بيكون أفضل ما نأخذ فيتامينات. دكتورة حكيتي كلمة كتير مهمة، الجسم بكب الباقي، يعني المصطلح بكب الباقي من الفيتامينات، هي صحيحة ولا لا؟ ممكن عن جد هي يكون في ضرر أو بيتحول لشيء خطر، مثلا إذا عم نحكي مثلا دواء الأعصاب، B12، فيتامين دال؟ لا، أنا عم بحكي بالنسبة للفيتامينات. بالنسبة للفيتامينات في عنا نوعين من الفيتامينات، فيتامينات ذوابي في الدهون وفيتامينات ذوابي في الماء. هلأ الفيتامينات الذوابة في الماء، أنا إذا أخذت جرعة شوي عالية وجسمي مانو بحاجتها، ممكن يرميها الجسم من خلال تناول. أنا بشرب كميات كبيرة من المي فبينطرح الكمية الزائدة.
واللي هن هدول فيتامينات سي وبي، مجموعة فيتامينات بي وسي، هدول فيتامينات ذوابين بالماء. ممكن شرب الماء بكميات كافية يخلصني من الجرعة الزائدة منه. لكن أنا بالنسبة لفيتامين دي وفيتامين اي هن فيتامينات ذوابي بالدهون، والفيتامينات الذوابي بالدهون مشكلتها أنه هي تراكمية، يعني هي بس فاتت على الجسم ما بقى تطلع بسهولة منه. لذلك هون الجرعة الزائدة هون كأني عم باخد أنا جرعة من أي دواء تاني زائدة عن الحد، لح تعمل لي مشاكل تماماً، لها مضاعفات وتعمل لي مشاكل كتير خطيرة. لهيك منقول بالنسبة للفيتامينات الذوابي بالدهون خاصة اللي هن دي وإي إي ما يتاخدوا إلا نكون نحن عاملين تحليل وعرفاني إنه نحن فعلاً بحاجة إنه ناخدهم، نحن فعلاً عنا نقص لحتى ناخدهم بالجرعة المناسبة يلي تسكر النقص اللي موجود عنا. من الأمور يمكن دكتورة اللي بنشوفها شوي ممكن تصير وما بنعرف إذا إلها كمان مضاعفات، بعض الأشخاص بينصابوا بمرض معين بيوصف لهم الدكتور دواء معين لمدة مثلا 7 أيام، اجتهاد شخصي من الأشخاص ممكن يكملوها للعشرة أيام أو الخمستاشر يوم لحتى يضمنوا الشفاء الكامل. يا ريت 15 يوم، بنلاقي اشخاص عم ياخذوا صار له 3 شهور صار له 8 شهور لانه الدكتور من مدري ايمت قال له خذوا. الحقيقه كثير مهم نتقيد بتعليمات الطبيب، يعني الطبيب شاف الحاله شخصها، هو بيعرف انه هذا الدواء لا يلزم لاكثر من 5 أيام 7 أيام، لا تاخذوا اكثر من الوقت يلي قال عليه الطبيب، وكمان لا تاخذوا اقل من الوقت اللي قال عليه الطبيب. يعني نحن هي بنشوفها بادويه الالتهاب، بتلاقي اخذ اول يوم ثاني يوم شاف حاله انه هو تحسن، نزلت الحراره، ايه خلص انا قايل للدكتور خذوا 5 أيام خلص انا صرت منيح بوقت. لا، رجاء التقيد بتعليمات الطبيب، قال 5 أيام يعني 5، يعني مو 4 ولا 6، 5 بدنا نتقيد لانه هذا كثير مهم لنحصل على فعاليه ومنظر جسمنا. دكتوره قبل ما ينتهي وقتنا، كمان في بعض الاشخاص بيعانوا من امراض مزمنه وبفضلوا انه يشتروا الادويه حاجتهم لثلاث شهور او 4 شهور، بخافوا انه ينقطع الدواء، فهي العاده قديش صحيحه برايك حتى لو احتفظوا فيه مثلا بالصيدليه؟ هي محبذه او لا برايك؟ شغلي اذا كان هلا احيانا الاشخاص المسنين يلي ما عنده حدا يجيب له ادويته، مثل ما قلتي بخاف من انه تنفقد، او يمكن هو بيستصعب الطلعه من البيت لحتى يجيب الادويه، ما عندي مانع انه يجيب كميه من الدواء بشرط انه بالبيت برجع بقول يحفظها بطريقه سليمه. ولا اتوقع انه نحن اليوم خاصه بالصيف ما حدا فينا قادر يحفظ الدواء بطريقه سليمه نتيجه للاسف انقطاع الكهرباء، درجات الحراره العاليه، قد ما حاول يبرد الجو ضمن المنزل بده يضل في أكيد. حرارة. إذا خاصة بفترة الصيف لا، أنا ما بنصح يخزنه. ممكن بفترة الشتاء يجيب علبتين ثلاثة يخليهم عنده ليضمن أنه هن موجودين أوكي، ويراعي شروط الحفظ والتخزين السليمة لحتى ما يفسد الدواء اللي موجود عنده. أكيد نشكرك دكتورة على كل الأجوبة اللي قدمتي لنا إياها، طبعا استفسارات كثيرة حول هذا الموضوع، نتمنى التقيد لأنه أكيد النتائج ممكن تكون ببعض الأوقات كارثية بالاستخدام الخاطئ. شكرا لك دكتورة. شكرا لكم، نهاركم سعيد. تأثير الحرارة مثل تأثير البرودة، عرفنا من حضرتك، والرطوبة، وأهم شيء نعرف وين مكان الصيدلية بالمنزل، مو نروح نحتفظ فيها كثير بنشوفها جنب المطبخ كمان. لا مطبخ ولا حمام، برات المطبخ والحمام أكيد. تمام، ومو بالبراد كمان، هي كثير نقطة كثير مهمة. بدنا نشكر كثير وجودك الصيدلانية هالي شاهين، وحضرتك دكتورة في كلية الصيدلة بجامعة دمشق، أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكم، شكرا لك. أما هلأ فرح صار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات على الساحة المحلية العربية والعالمية مع زميلتنا بشرى. يسعد صباحك بشرى. صباح الخير نرمين وفرح، موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. السلام عليكم. استضيف حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشرقي الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة غير شرعية بقذيفتين صاروخيتين. وكانت مصادر محلية في دير الزور قد أفادت في نهاية شهر آب الماضي باستهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي بالريف الشرقي برشقة من القذائف الصاروخية، تلا ذلك سماع أصوات انفجارات داخل القاعدة. سعى
سرقت قوات الاحتلال الأمريكي دفعة جديدة من النفط السوري من حقول الجزيرة ونقلتها إلى قواعدها في الأراضي العراقية. وأفادت مصادر محلية من ريف اليعروبية بريف الحسكة بأن رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفا من 88 صهريجا معبأ بالنفط السوري المسروق خرج من معبر المحمودية غير الشرعي ودخل الأراضي العراقية. بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشنن والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون الوضع في سوريا، وركز على أهمية الدفع قدما بالعملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم برعاية الأمم المتحدة وبما يتفق وقرار مجلس الأمن الدولي 2254. وجاء في بيان للخارجية الروسية أن الجانبين ناقشا خلال لقاء جمعهما في جنيف أفاق تفعيل المساعدة الإنسانية الشاملة لجميع السوريين بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون مؤقتا دون تمييز وشروط مسبقة على أساس المبادئ الأساسية للمساعدة الإنسانية. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد روسيا لتصدير نحو 50 مليون طن من الحبوب ومليوني طن من الأمونيا إلى الأسواق العالمية، معربا عن استعداد موسكو للتبرع بأسمدة البوتاس مجانا للدول النامية التي هي بأمس الحاجة إليها. وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي إن من الصواب زيادة الشحنات إلى الدول الأكثر فقرا، مشيرا إلى أن روسيا صدرت في الفترة بين أيار وآب الماضيين 6.6 ملايين طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية. ختام الموجز، عودة إلى نرمين وفرح لمتابعة صباحنا غير. وأكيد وصلنا، شكرا لك بشرة، ووصلنا لمحطة جديدة من محطات صباحنا غير رح نكون فيها مع عالم التطوع، ولكن هالمرة فرح بنكهة مميزة، صبية صغيرة ولكن تعرف أنه العطاء ما له حد. أكيد نيرمين، لما بنحكي عن المثابرة بطلب العلم والمعرفة هو سبب كتير كبير لحتى تكون من المميزين والمميزين بشكل كتير كبير بين الأصدقاء وخاصة في دار الرحمة. طبعا حب للتعاون وعمل الخير فتح لها فرصة لحتى تكون أصغر متطوعة معنا لليوم. عم نحكي أكيد عن الشابة زهراء علوان، طالبة في مرحلة الشهادة الثانوية، رح نحكي قصتها بالتفصيل بصباحنا. صباح الخير، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. خلينا هيك زهراء نتعرف عليك أكثر، أنت هلأ بكالوريا، من أي ما تبلشتي بعالم التطوع؟ طبعا أنا اسمي زهراء علوان، بشكر كثير قناة الإخبارية السورية على هذا اللقاء الجميل. أنا من بداياتي طبعا أنا مقيمة في دار الرحمة، طبعا دار الرحمة هي كانت أهلي وبيتي، أنا من أنا وصغيرة يعني من قبل المدرسة أنا بدار الرحمة. طبعا دار الرحمة فتحت لي أفق كثير كبير قدامي، يعني مثل أي طفلة صغيرة ما كنت يعني متعلمة شيء، علمتني كثير شغلات فادتني بمسيرتي المهنية والعلمية والعملية الدينية، كثير استفدت شغلات بالدار. طبعا كانوا الداعم الأساسي والأول إلي أمي الغالية ماما براءة، كانت أكبر داعم إلي بدار الرحمة، هي مديرة دار الرحمة. طبعا بدأت مشواري. إمتى بلشتي بالتطوع بعالم التطوع؟ هلا عمرك 18 سنة تقريبا صح؟ تماما. من أيمتى بلشتي بعالم التطوع؟ قصدك التطوع باليو ان؟ تمام. التطوع باليو ان اللي تقريبا شيء قريب الشهر ونص تقريبا. متطوعه بقسم حمايه الطفل بمبنى مفوضيه للاجئين. طبعا بدي اتقدم بشكر كبير للاستاذه فخر عبد الحي، هي اللي كانت داعم اساسي لي باني فوت على هاي المفوضيه. طبعا انا يعني هن شافوني متميزه بعده شغلات، بقسم الالقاء قدمت حفل اللاجئين، حفل احتفاليه للاجئين، وطبعا يعني حبوا الشغل وقرروا يعني اني اكون معهم متطوعه باليو ان، وانا يعني حبيت هاي التجربه وحبيت اني يعني خوضها، وان شاء الله هيك بتكون ذات فوائد اكيد يعني الي.
زهراء رح نحكي عن موهبتك بالتفصيل. لما بنحكي عن الإلقاء قديه بده شخصية قوية، قديه بده تمرس، يمكن حتى باللغة بالتشكيل، كتير من التفاصيل يمكن بعضنا نحن بيجهلها، بس لما بيشوف هاي الشخصية المتكاملة بموضع بيكون فيه للإلقاء بيحس قديش هي صاحبة شخصية كتير قوية ومؤثرة بنفس الوقت. شو اللي ثقل هاي الشخصية عندك زهراء، وكيف قدرتي توصل لهذا التميز؟ طبعا أنا يعني من أنا وصغيرة يعني كان عندي موهبة الإلقاء، أنا بحب يعني موهبة الإلقاء. بدار الرحمة داري اكتشفوا هاي الموهبة عندي، فبلشوا ينموا لي إياها بعدة طرق، مثلا دورات، إقامة دورات بمختلف الأساتذة المتخصصين، يعني مثل الأستاذ سديم قاسم والأستاذة جولي درويش، كان لهم دور كبير يعني بصقل هاي الموهبة عندي. طبعا دار الرحمة هي اللي بلشت معي بهي الموهبة. بشكر طبعا الأستاذ سديم القاسم والأستاذة جولي درويش والأستاذ عربي المصري بنادي محافظة دمشق قسم الإعلام، هنن كان لهم دور كتير كبير بإني أطور هاي الموهبة وإني أحسن حتى انك انت تسقليها اكثر من هيك. بدنا نحكي عن وجودك بعالم التطوع، انت قلتي لنا بقسم رعايه الطفوله، قسم حمايه الطفل، احكي لنا اكثر شو هي نشاطاتك، عن شو انت مسؤوله اليوم كمتطوعه؟ يعني قسم حمايه الطفل هو قسم صغير بس مفعوله كثير كبير، يعني بيامن راحه للطفل نفسيه، وحتى يعني انه بيبعده عن الملل، لانه الأشخاص مثلا الأهالي بيجوا على مبنى مفوضية حتى يجددوا بطاقات مثلا أو يعملوا أوراق مهمة لهم، فيعني بينتظروا مدة زمنية محددة، بهي المدة الزمنية الطفل يعني بمل، الأطفال الصغار بملوا، فبينزلوا على هي المساحة، مساحة للطفل فيها ألعاب، تلفزيون مثلا، تلوين، رسم، فأنا بكون هناك المشرفة، باخذ الطفل بسليه بلعبه بخليه يلون، بتعلم منه وبتعلم مني يعني. يومين عندك ساعات بالتطوع؟ نعم. يوميا عندك ساعات بالتطوع؟ لا، 3 أيام بالأسبوع. خلينا نحكي شوي عن هي الموهبة، حابين تسمعينا شيء؟ طبعاً. تفضل. سوريتي لي بين عينيك قداس ولي شغف، حديث نفس رواه الشوق والبتل، على ترابك تمشي 1000 قافية، يا أول الحب إنا فيك نكتمل، بك البهاء يذيب السحر في لغتي، وينطق الشهد ثغر بالشدى خضل، إنا بدونك لا شمس ولا قمر ولا سلام ولا ماء ولا هطل. شكرا لك. إذا بدنا نرجع شوي معك زهراء ونحكي عن الإلقاء، قديش بتحاولي ممكن لما تشوفي بعض الأطفال أصحاب الشخصيات القوية، من بعض الأطفال يمكن اللي بيحبوا حتى الشعر بيحبوا الإلقاء، ممكن تساعديهم مثل ما أنت تقدم لك مساعدة أكيد. أو ممكن تدليهم على الطريق الصحيح، صدفتي هيك حالة؟ أكيد. نحن يعني عنا بالدار في عدة مواهب، يعني بيحبوا الإلقاء، بيحبوا إنه يعني يمسكوا المايك ويطلعوا ويحكوا تماما. قسم الشعر يعني أخص الشيء، في يعني أي حدا مثل ما أخذ بده يعطي تمام، فيعني أي فرصة إنه بتصح لي إني أنا مثلا أدرب أي طفل أو طفلة يعني بدار الرحمة، طبعا أنا بكون ممنونة، يعني أكيد رح أتعلم منه هو رح يتعلم مني، ويعني ما حأقصر أكيد بأي تدريب صغير ممكن إني ساهم فيه. زهراء انت حاليا مثل ما ذكرنا بكالوريا بالشهاده الثانويه وعم تدرسي شهادتك او ميولك هو ادبي، خلينا نحكي شو بتفكري للمستقبل، يعني عندك مواهب، عندك شغف، عندك طموح، اكيد شو حابه تصير؟ اكيد يعني المستقبل. انا بحب قسم الاعلام تماما، بحبه كموهبه، بحب اني يعني جرب فيه كمل فيه، بس لكن ليس هدف، هدفي يعني ممكن بحب العلاقات الدوليه، علاقات السفاره لهيك، يعني ممكن يعني ان شاء الله يعني فوت كلية العلوم السياسية وكمل دراستي ان شاء الله. نحن اكيد بنتمنى لك كل التوفيق. زهراء بالجانب الثاني، جانب التطوع، خلينا نعرف حضرتك شو قدم لك هذا الجانب؟ دائما نحن بنحكي شو قدمنا، كيف عم نشتغل، كم يوم بالاسبوع، بس هو التطوع بحد ذاته شو قدم لك؟ طبعا يعني هي كانت تجربة كثير حلوة لي، وبحب اني كمل فيها، يعني هي التجربة
راح تثقل شخصيتي من عدة نواحي، النواحي الثقافية مثلا، النواحي الاجتماعية، يعني أي كلها حالات إنسانية، يعني أي طفل ممكن إنه يعني يحب يجرب فيها. طبعا قدم لي التطوع كثير شغلات، اني مثلا قدره التواصل على مع الاطفال الصغار، يعني مو اي حدا ممكن انه يحسن يتعامل مع طفل تماما، يعني هي الموهبه ممكن انه يعني مو كل الناس تمتلكها. ان شاء الله يعني انا اكون قد هي الثقه اللي منحت لي واقدر اكمل فيها ان شاء الله. خلينا هيك نحكي عن بيتك دار الرحمة، مثل ما ذكرنا أنه أنت متطوعة برا، ولكن أيضا بشخصيتك يلي لفتت اليوم الموجودين بالدار وبرا الدار، أكيد عندك يعني مسلمينك مسؤوليات معينة اليوم ضمن الدار، أو أنت عندك مبادرات شخصية لتساعدي غيرك لتتفاعلي أكثر مع باقي رفقاتك، خلينا نحكي أكثر عن هاي النشاطات. أكيد، هلا أنا يعني بكوني بحب الإلقاء ونميت شخصيتي بهي الموهبة، فيعني أغلب الحفلات اللي بتصير بدار الرحمة بداري أنا اللي بقدم الحفل. طبعاً يعني بيكون من عدة فقرات بقدمه من أوله لآخره، بعدة فعاليات، يعني في عنا فعالية مثلاً معرض الزهور اللي مضت بحديقة تشرين، كان لنا يوم طبعاً يعني أنا كنت مقدمت الحفل فيه، كان يوم كتير حلو. يعني أغلب يعني نشاطاتي اللي بتصير بالدار هي تقديم حفل، ممكن اني مثلا ساعد بدراسه، ساعد ب يعني هيك عده نشاطات. زهرة شو بدك تسمعينا كمان؟ شو بدك تسمعينا كمان؟ بسمعكم شو بحضر شيء؟ تحيه الى سيده نساء العالمين مريم عليها السلام، اتانا السلام فصل يضوع بالاحترام، وألقى النسيم إلينا رسالة لقد سطرتها حروف الوئام، تعطر بالبوح سطري ورفرف قلبي كطير الحمام، نقاء بهاء كذا واحترام، فرحت أجوس الخيال بعقلي وأذهلني اسم المرسلة، هل تعلمون المرسلة؟ مريم العذراء ملكة السلام عليها السلام، اصطفاها الله تعالى على نساء العالمين وجعل ذريتها من المقربين، رسول محبة رسول سلام، يا أم النبي عيسى رسول السلام عليك السلام، أيا سيدة نساء العالمين، أيا امرأة حملت تاج السلام، إني أحييك نجوى احترام وأهز لقلبك جذع القصيدة، وأهدي إلى عينيك ضوع ابتسام وبوح كلام وذكرى وئام، أيتها الصديقة أيتها الماجدة يا سيدتنا مريم عليك السلام عليك السلام عليك السلام. شكرا لك ويسلم هالتم زهراء. حاولتي تكتبي مع الإلقاء يكون شيء من أحساسك، شيء حاسة فيه يمكن، وتكملي بالإلقاء، أو بتحبي أنت يكون في قصائد بتميلي لإلها وبتلمس أحساسك وتلقيها؟ هلا أنا يعني جربت كم مرة لكن يعني ما خرقت للعلن، ممكن يعني إني أكتب خاطرة أو أكتب يعني شيء صغير، بس يعني إنه ما جربت إني يعني أنا أكتب وأقدم بنفس الوقت. زهراء الحلو فيك وانت عم تلقي انك ذاكرتك حاضره، يعني ممكن تلقي لمده طويله، في ناس عندهم موهبه الالقاء ولكن على الورق يمكن بيستعينوا بالورق، انت حافظه وهذا الشيء اكيد بده يمكن تنميه. بتصور القراءه انت من الاشخاص اللي ممكن بيحبوا القراءه، كيف بتنمي هي الموهبه لتكون ذاكرتك حاضره ليكون عندك حتى مخزون لغوي كافي؟ اكيد يعني الواحد لما بده يكون عنده مخزون لغوي كافي او انه يكون عنده مفردات كافيه وانه يقدر يفهم هي المفردات لازم يقرا، يعني القراءة شيء كثير مهم إن كانت ورقية أو إلكترونية، يعني المهم إنه الواحد يقرأ. ممكن يعني يخصص ساعة باليوم إنه يقرأ فيها، طبعاً مو للبكالوريا هذا الحكي. يعني أنا كثير بحب هذا القسم، بحب القراءة. يعني زهراء أنت بأول عمرك استعدتك وعندك الطموح والموهبة والشغف وحبيتي تدخلي بعالم التطوع، اليوم شو رسالتك لكل هيك صبية وشاب صغار بعمرك؟ شو ممكن توجهي لهم كلمة من تجربتك؟ أكيد يعني أنا بقدم لهم بقول لهم طبعاً إنه ما في شيء صعب، ما في شيء مستحيل، قد ما كانت المصاعب كبيرة لازم نحن يعني نضل ماشيين ونبني هي نبني من المصاعب
شيء نحن نقدر نوصل لحلمنا فيه. ما في شيء مستحيل، دائما لازم نضل نحلم. أكيد رسالة بتحبي توجهيها كمان إن كان لدار الرحمة، لأي شخص ممكن عنده موهبة معينة بس ممكن حاجز الخجل أو أي حاجز ممكن يمنعه من إنه يظهره، للأشخاص اللي ساعدوك ومدولك إيد العون مثل ما بنقول، شو بتحبي توجهي؟ أكيد دار الرحمة هي داري، وأنا يعني بفتخر بكوني فرد من أفراد هاي الأسرة الكبيرة دار الرحمة. أمنا الغالية مام براءة بتقدم للشكر الكبير بالشكر الكبير لها، ويعني قد ما حكيت ما بيوفيها حقها. كانت دعم إلي كبير، ودار الرحمة بشكل عام كان دعم إلي كبير، هو بيتي وأنا بفتخر بكوني فرد من هاي الأسرة الكبيرة. أكيد أكيد زهراء، ونحن أكيد بنفتخر فيك، بنتشكر اليوم وجودك معنا زهراء علوان، وإن شاء الله بنتمنى لك كل التميز والتوفيق في حياتك. وأنا بقدم الشكر الكبير لكم ولقناة الإخبارية السورية. نتشكرك مرة ثانية زهراء، ومتمنى نشوفك أكيد بأهم وبأعلى المراتب محل ما بتطمحي أكيد. شكرا لك. ومنكفي حديثنا بعالم التطوع فرح، ولكن رح ننتقل لحمص، حيث انطلقت في المحافظة حملة تحدي 1000 جرعة لجمع تبرعات الأطفال المصابين بمرض السرطان. تفاصيل ضمن التقرير التالي. ضمن حفل فني منوع على مسرح قصر الثقافة، اختتمت الغرفة الفتية الدولية بحمص حملة تحدي 1000 جرعة التي أطلقتها بداية حزيران الماضي لجمع 8000 جرعة لمرضى السرطان، والتي تهدف إلى المشاركة في محاربة مرض السرطان ودعم المرضى نفسيا وماديا خلال رحلة علاجهم. نحن عم نحتفل بختام حملة 1000 جرعة، طبعا حققت أهدافها والحمد لله. كنا بالبداية الجميع يقول أنه صعب الرقم وكذا، لكن مدينة حمص هي مدينة أهل الخير والحمد لله وصلنا لهذا الرقم. طبعا نحن بالغرفة الفتية ركزنا على نقطتين أساسيات، زرع فكرة التبرع عند الناس، كان عندنا نشاطات مع الأطفال، وثاني شيء زرعنا فكرة الدعم النفسي لمرضى السرطان. كان في مشاركات ببعض البازارات من ضمن ستاند خاص للجي سي آي للغرفة الفتية الدولية، وكمان كان في عنا حملة اسمها المتبرع الصغير، كانت تستهدف الأطفال الصغار في بعض النوادي والأنشطة لحتى نعلمهم نحن ونزرع فيهم روح التبرع. أول شيء حبينا نكرم بداية نكرم كل الأشخاص الداعمين للحملة والأشخاص اللي كانوا سبونسرية معنا وكل الأشخاص اللي كانوا مشاركين خلال الحملة عن طريق اللي كانوا نقاط تبرع واللي كانوا يعني كل حدا ساهم خلال حملة تحدي 1000 جرعة. تخلل الحفل تكريم عدد من الفعاليات التجارية والمجتمعية التي ساهمت بنجاح الحملة، وكذلك عرضا مسرحيا لفرقة مسرحيون ولكن المؤلفة من 11 ممثلا وممثلة من اليافعين والشباب الذين سلطوا الضوء على أهمية التبرع وتكريس قيم من التكافل الإنساني والتعاضد المجتمعي، كما قدمت فرقة نوى أثر الموسيقية بقيادة فايز الشامي مجموعة من الأغاني الطربية والشرقية. نحن بهالعائلة رغم اختلافاتنا اتفقنا أن نوقف حد بعض، واتفقنا إذا شفنا واحد محتاج بس نحاول نرسم له إياه. ممكن نحسب بعض شوي، لأنه إذا اليوم غيرك محتاج ممكن بكره انت تكون محتاج. بتشكرك يعني، بتشكرك انه قلت لنا على الحمله لمرضى السرطان الله يشفيهم. الحملة التي استمرت 4 أشهر حفلت بالنشاطات والفعاليات المتنوعة لجمع التبرعات، حيث يتم صرف 8 الجرعات وتسريبها للمرضى بالتنسيق مع الجمعية السورية لمكافحة السرطان. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من مسرح قصر الثقافة بحمص.
أما فقرتنا هلأ نرمين رح نحكي فيها بما أنه عم نبلش نحس بتغير درجات الحرارة وقديه مبسوطين أنه صار الجو لطيف أكثر من قبل بعد موجة الحر نرمين الطويلة يمكن إسا في موجة صغيرة قال تمام بس همكن هذا التغيير تغيير الفصول اختلاف درجات الحرارة قديه بيترك حالة حساسية عند الأشخاص ويمكن تأثيرات سلبية خاصة لمرضى الربو صحيح في كتير أشخاص منلاقيهم فرح بيعانوا من حساسية موسمية وهي عن جد بتكون يعني بتنهك الجهاز المناعي عندهم بشكل كبير مو معروف أي فصل يعني في ناس بتجيهم بالربيع ناس بالصيف وناس بالشتاء وناس بالخريف مهم تغير الفصول نرمين والأصعب من هذا إنه اليوم مع انتشار فيروس كورونا صار شوي صعب نفرق بين فيروس كورونا وبين الحساسية الموسمية طبعا رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الدكتور وسام دلول اختصاصي في الأمراض الداخلية والعناية المشددة يسعد صباحك دكتور يسعد صباحك شكرا لاستضافتكم يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور بالبداية خلينا نعرف الحساسية الموسمية شو هي الحساسية الموسمية هي ردة فعل الجسم تجاه أجسام غريبة محسسات خارجية خلنا نسميها فالجهاز المناعي بحارب هاي الأجسام بردة فعل معينة بشكل أجسام ضدية أو المستضدات نسميها تجاه الأجسام الغريبة اللي يتعرف عليها بالمرات القادمة الجسم ويلاقي أنه نحن لهيك نحن بنلاقي كل مثل ما تفضلتوا وحكيتوا أنه كل انقلاب فصل أو تغير الجو رح يرجع يعاني من نفس الأعراض المحسسة فالجسم بيتعرف على الأعراض الخارجية المحسسة بيعتبرها جسم غريب عنه أو المواد المؤرجة وبشكل إلى أضداد معينة بالجسم بتتعرف عليها مجرد تعرض إلى مرة ثانية وثالثة دكتور دائما في أعراض معينة ممكن الشخص يحس فيها خلينا نعرف شو هي أهم وأبرز هي الأعراض أهم الأعراض اللي بنعرفها كلنا نحن طبعا بالنسبة للحساسية الموسمية هي الأعراض التنفسية الزكام الرشح اللي بنحكي عنه دائما التعطيس اللي بيعاني منه سيلان العينين والحكة الأعراض نقسم أعراض الحساسية لعدة أجهزة بالجسم ممكن تكون هي الأعراض التنفسية اللي حكينا أنه ممكن يكون حكة بالأنف حكة بالعينين سيلان عطاس سيلان بالعينين ممكن تكون أعراض جلدية اللي هي الحكة بالجلد الاحمرار بالجلد أو مسميه الشرير التقشير بالجلد ممكن عندنا أعراض كمان مواد محسسة أخرى بتصيب الطريق الهضمي عادة ممكن تكون الأعراض كمان بتتظاهر بعدم ارتياح هضمي ممكن يصير إقياءات إسهالات عندنا نتيجة مواد محسسة خارجية المرحلة الأخيرة ممكن نسميها نحن الصدمة التحسسية اللي هي الأخطر واللي هي نحن هلا رح نحكي عنها بالتفصيل اللي هي اللي تستدعي إنه المريض ينتبه لهالموضوع هي مجرد حساسية بسيطة ممكن توصلنا لمشفى ممكن توصلنا لعناية مشددة الصدمة التحسسية بتصير نتيجة كمان ممكن لدغ حشرة ممكن التغير الموسمي أحيانا بيصير عندي بعض الأعراض اللي رح نحكي عنها اللي هي بتؤدي لحالة مهددة للحياة خلينا نسميها دكتور كتير احتمال تتشابه هاي الأعراض مع بعضها ويصعب حتى تمييزها كيف بيتم هاي تشخيصها فينا نقول الحساسية الموسمية وفصلها عن باقي الأمراض الحساسية الموسمية طبعا نحن مريضنا عادة بيعرف حاله هو بيتحسس كل فصل كل تبدل فصل على الربيع بشم ريحه بيتحسس فهي الارضيه الموجوده عند المريض بتساعدنا طبعا نحن بالتشخيص الوقت بزورنا مريض حتى نقدر نشخص الحساسيه في عنا اول شيء الاسئله التفصيليه للمريض الاعراض التفصيليه اللي بيشكي فيها لحتى نحن نقدر نصنفه بخانه حساسيه او بخانه انتان تنفسي او بخانه قريب او رشح ورح نحكي عن تصنيفها او تمييزها عن فيروس كورونا اللي هو شائع عادة المريض مثل ما قلت لك بيعرف حاله أنا كل ما غيرت طقس علي أو كل ما تعرضت لبرد أو غبار أو ريحة غريبة بتحسس بصير عندي زكام بصير عندي تعطيس كتير عيوني بتحكني ممكن نوصل لمرحلة يصيب الطرق التنفسية بصير ضيق تنفس زلة تنفسية بنشوفها كتير عند المرضى الربويين اللي هن عندهم أرضية تحسسية الربو أرضية تحسسية فبصير عندي نقص بالأكسجين الواصل للجسم نتيجة تشنج القصبات كمان هاي الحالات نحن اللي لازم ننتبه لها للمرضى الربويين المرضى اللي عندهم مشاكل لأنه هذا ما فينا نعامله مثل المريض مجرد أنه بتحك عيونه أو بيتحسس هذا المريض يستدعي علاج تاني وانتباه من قبل الطبيب ومن قبل المريض نفسه
دكتور حكيت عن الصدمة التحسسية اللي ممكن تؤدي لعناية مشددة ويمكن بعض الأشخاص بيجهلوا أسبابها. هل بعض الأجسام معرضة لهي الصدمة أكثر من البعض الآخر؟ طبعا. شو اللي بخلينا ندخل لمشفى وعناية مشددة في حال الصدمة التحسسية؟ هلا الصدمة التحسسية بتصير عندنا نحن مثل ما قلت لك عبارة عن آلية تحسسية موجودة، ولكن هي هجمة الحساسية بالجسم، الأجسام اللي شكلها الجسم، مناعة الجسم هاجمت تكون شديدة، فبصير عندنا هجمة حساسية حادة، وهي القصة بيستدعي عندنا الأعراض طبعا بتبلش ممكن تظهر خلال دقائق من التعرض للجسم المحسس، وممكن تطلع عندنا خلال ساعات لتظهر. لدغة الحشرات غالبا أكثر شيء بنشوفه، مثلا لدغة حشرة، لدغة نحلة، لدغة الدبور، ببلش أعراضه هو عبارة عن حساسية صغيرة، تورم موضعي محل اللدغة، حكة، شري بالجسم، ممكن يبلش يتطور عندنا شوية زلة تنفسية مسميها، المريض بيصير عنده وزمة على مستوى الطرق التنفسية. هالوزمة هي الحالة المهددة للحياة بنسميها، فعنا الطرق التنفسية بتصير وزمة حنجرة أو وزمة لسان مزمار، هاي بتسكر لي الطريق التنفسي والمريض ما عاد بيقدر ياخذ نفس. فهون مجرد ما نحن تعرضنا لأي عامل محسس وحسينا بأعراض ضيق تنفس أو زلة تنفسية، صدر المريض بيصير يصفر، المريض بيسمع صوت نفسه، فهون نحن هذا يستدعي أنه نحن ندخل ونراجع طبيب أو نراجع أقرب مشفى، لأنه هذا الموضوع هو مثل ما قلت لك موضوع جدي ومهدد للحياة. بيصير عندي الصدمة التحسسية أعراضها ببلش بأعراض شرويه، بصير عندي اضطراب تنفسي، زله تنفسيه، اضطراب دوراني، يعني نبض المريض بيتسرع، ضغطه بينزل، بيوصل لمرحله وهض دوراني نتيجه الصدمة التحسسية او التأقية بسموها، اللي هو التأق بسموه، فهو عباره عن سيبتيك شوك، بنفوتنا بموضوع صدمه تحسسيه، وهذا المريض يستدعي انه نحن نتدخل بشكل سريع بالاسعاف او بالعنايه. العلاج المثالي بس ببلش عندنا هبوط الضغط والتسرع النبض والوهد الدوراني، نحن عباره عن الادرينالين، ممكن نضطر للعلاج بالكورتيزونات او الاسترويدات لحتى نحن نسيطر على الهجمه، نسيطر على مناعه الجسم. الادرينالين الصدمه التحسسيه بتوسع الاوعيه المحيطيه بالجسم، فبصير وهد دوراني، يعني بينزل الضغط، بيتسرع النبض، لانه الدم توزع بالجسم بالاوعيه اللي توسعت، الاوعيه المحيطيه. الادرينالين بيساعدني انه يقبض الاوعيه المحيطيه، نحافظ على الحجم ضمن الاوعيه بحيث ما يصير عندي هذا الوهد الدوراني. الكورتيزونات بنستعمل احيانا الهيدروكورتيزون او الديكسون، هذا بتساعدني على تخفيف الاليه المناعيه للجسم، نحن بنسيطر على المناعه، لما مناعه الجسم عم تهاجم هالجسم الاجنبي اللي فات لعنده او القرصه او الريحه، فنحن نخفف مناعه الجسم للهجوم المناعي لتشكيل الاجسام الضديه للجسم الاجنبي. او قد ممكن تضل فتره الشفاء دكتور في حال وجود صدمه تحسسيه؟ نسبة الشفاء في حال تدبرت صح أو تلحق المريض بالوقت المناسب ونعمل الإجراءات المناسبة، فنسبة الشفاء عالية جدا. طيب. يعني فيما ندر ما نسمع واحد صابه صدمة تحسسية، أوكي ممكن قاعد بالعناية، ممكن اضطر يقعد على المنفسة يوصل لمرحلة تنبيب أو مرحلة تهوية آلية، ولكن نسبة الشفاء فيهم عالية، بينما مشكلتنا هي بالتأخير، قرصوا الدبور، قرصوا همل الموضوع، طول لوصل على المشفى، وصل على المشفى بمرحلة سيئة، فيعني ممكن وقتها يكون عندي نسبة وفيات. وللأسف ممكن بعض الأشخاص كثير ممكن يهملوا هذا الموضوع، المشكلة الثقافة الطبية عندنا، أو نحن بنقول والله متحسس قرصوا الدبور، والعلاجات العلاجات الموضعية توم وتلج وكذا، بس في أجسام ممكن يكون ارتكاسها غير أجسام، في ناس بقرصها الدبور مثل ما قلت بتحط شوية توم بتحمل حالها، في ناس بتوصل لمرحلة مشفى ومرحلة عناية مشددة. وشفنا كثير مرضى وصلوا لهالمراحل وقعدوا على المنفسه يومين وثلاثه وطلعوا، وفي مرضى للاسف مثل ما قلت لك بوصل بوقت متاخر بيهمل الموضوع، بيكون عندنا مشاكل اكبر من انه نحن نقدر نتفاداها. دكتور مثل ما ذكرنا خلال الحديث بنلاقي الاشخاص كل موسم بيعانوا جدا من الحساسيه وبنقول لهم خذ دواء، فجوابه بيقول ما في دواء، يمكن هي بتكون علاج للاعراض يلي بتظهر. هذا الشيء مو موجود في دواء مكلف ولا عن جد هو ما في دواء ابدا لموضوع الحساسيه؟ نحن نعالج الحساسيه كحساسيه الجسم، نحن لازم نعمل اختبارات حساسيه ونعرف شو المصدر المحسس للجسم ونتجنبه. علاج نوعي للحساسيه ما في، الاجسام هي قلت لك جسم بشكل اجسام ضديه للجسم الغريب اللي عم يحسسه، وهي اللي يتذكرها كل موسم، ممكن يلاقي انه هذا الغبار طلع اللي هو الاهم، نحن بنحكي فصل الربيع بيقولوا لك الحساسيه الربيعيه هالقصص، بينما علاج هو علاج عرضي
في ناس عم قول من الحراره من شده الحراره ممكن من الشوب ممكن من يعني المسببات للحساسيه هي كثيره وما فينا نحصيها صراحه. في عندي اول شيء الحساسيه الربيعيه الاهم وحده هي غبار الطلال اللي بينتقل بين الاشجار. في عندي حساسيه لدغ الحشرات، حساسيه وبر الحيوانات اللي بيربوا كلاب وقطط وكذا في عندهم حساسيه لتجاهها. في عندي حساسيه من مواد تنظيف المحسسات الريحه، المواد تنظيف المواد المطاطيه اللي بنلبسها احيانا، نوعيه القماش الموجوده النايلون بالقماش ممكن يحسس جسمي يطلع لي شري. في عندي الحساسيه النفسيه، اي شده نفسيه او ضعف مناعه بالجسم ممكن يظهر لنا شري. فهدول كمان هون ما فينا نتحكم بالموضوع كثير بموضوع. فالاسباب اللي بتؤدي للحساسيه متعدده وكثيره صراحه. بيجيك المريض بيقول لك انا ما بعرف من شو عم تحسس، لا هو بيعرف ولا نحن بنقدر نحصي. صابونه، شامبو، دواء غسيل، الشرشف اللي عم ينام عليه، ثيابه اللي عم يلبسها، ريحه الهواء، قد ما سالته يمكن ما راح تقدروا تعرفوا. توصل لمرحله اكله معينه، ريحه، بارفان، اي شيء ممكن يسبب هاي الحساسيه. فنحن نقدر نحصي السبب. عاده المريض اخر شيء بيقول لك انا كل ما تحممت بهاي الصابونه بيصير معي. فنحن هون بدك تقول له بعد عن هاي القصه يعني. بينما انه انا اقدر احصي الموضوع، المريض على التكرار بيصير بيلاحظ الشغلات اللي عم تحسسه اكثر من انه الطبيب يقدر يحكي. تمام دكتور، يمكن اكثر الاشخاص اللي بخافوا ممكن من غبار الطلع، اللي بخافوا من تغير الفصول، هن الاشخاص المصابين اساسا بالربو. هون بيكون عندهم حاله تهيؤ قبل ما نحن نبلش بهذا التغير شو ممكن يصير معنا. مرضى الربو تحديدا شو بتنصحون دكتور في حال نحن بلشنا بتغير الفصل والانتقال من فصل لاخر، ممكن يتطور اي اصابه لمرضى الربو ينتقل الى الرئتين، هون ندخل بمرحله خطوره او لا؟ الربو الاساس، الاليه الاساسيه بالربو هي زياده حساسيه قصبات تجاه المحسسات الخارجيه، نفس الاليه اللي عم نحكي عنها بالحساسيه الموسميه. فهني اكيد معرضين اكثر من غيرهم لانه نحن اساسا الارضيه موجوده عندهم بجسمهم. فمرضى الربو عاده بيقول لك والله في عندي الجو مغبر او الجو السديم اللي بنشوفه احيانا بيصير غبره بالجو. هذا المريض نحن دائما بننصحه احتياطاته، اول شيء الادويه البسيطه اللي بيعرفها هو اي مريض ربو، بخاخه بيكون دائما معه بحال صار عنده ضيق صدر ببخخ صدره، مضادات الحساسيه البسيطه الانتي هيستامين اللي بنستعمله وكلنا بنعرفها بيقول تحسس اخذ حبه مضاد حساسيه. طبعا العامل الاساسي المؤهب لازم نبعد عنه، وهو يعني مثل ما قلت لك اذا كان جو مغبر، في عندي مشاكل الطلعات بالربيع بالحديقه جنينه، هدول بيعرفوا حالهم هن متى ما طلع راح يتحسس. وبر الحيوانات حكينا هو سبب اساسي. مريض ربو يعني من النادر ما بيربي كلب بالبيت او قطه، هلا دارجين هدول القصص تلاقي دائما بتتكرر عنده الهجمات لانه هو ارضيه جسمه هو ارضيه تأتبيه مؤهبه للحساسيه. فهذا نحن بدنا نحاول نبعد عن العوامل المحسسه، ندير بالنا في غبره بالجو، نرتدي الكمامه، نحاول نبعد عن بفصل الربيع مثل ما قلت لك عن الغبار الطلع، عن المناطق اللي فيها شجر كثير هالقصص، الطقس البارد كثير، الهواء المكيف عليه دائما مثلا هذا كمان ممكن يأهب لي تشنج قصبات يحسسنا المروحه. فبرجع بقول لك كل مريض بتحسس من شيء، فما فيك تحصيهم، بس هو اللي بيعرف حاله اكثر شيء شو اللي عم يضايقه. فهذا العامل المسبب لازم نحاول نبعد عنه. الجسم مشكل له اضداد وبيتعرف عليه، متى ما تعرض له بيصير عندي حساسيه. تمام دكتور، دائما كانوا ذكرت من شوي السيدات بيعملوا هاي الخلطه بالبيت، خلطه عده منظفات مع بعض، خلينا نحكي عن خطوره هاي الخلطه اللي بيسووها وشو ممكن الحساسيه تسوي لهم اياها، ويعني شو نوع الحساسيه اللي ممكن تسوي لهم اياها، بنعرف ممكن تروح لحالات تسمم، وايضا نصائح اخيره ممكن نحن. هلا السيدات بالمنزل اكيد مضطره تستعمل مواد تنظيف، مضطره تستعمل الكلور. في عندنا عاده شائعه وسيئه جدا هي تفاعل الكلور مع الفلاش اللي بيستعملوها، وهي دائما بنشوفهم بالمشفى وكثير نبهنا منهم دكتور بنرجع من هذا اكثر ما هو موضوع حساسيه، هو موضوع تفاعلات كيماويه بيطلع الابخره، هي ابخره سامه وتشنج القصبات وتخرش لي قلب الطريق التنفسي، النسيج البيطاني للقصبات والطرق التنفسيه، وهي مشكله كثير كبيره لانه هي مواد كيماويه متفاعل مع بعضها عم تعطيني ابخره سامه. فهي القصه مثل ما قلتي بينبهوا عليها وكله بيعرفها والكل بيرجع بعيدها. فدائما بنشوفهم بالاسعاف هاي المرضى انه والله كنت عم نظف الحمام خلطت كلور وفلاش، طيب بسكروا كل الابواب والشبابيك مشان
فعندي هاي التشنج القصبي المهم اللي بيصير عندي في عندي بوصل لمرحلة أول شيء ممكن إتلك طرق تنفسي بتبدأ من الأنف لنهاية القصبات، فعندي وزمة الحنجرة هي الأساسية اللي بتسكر هون طرق تنفسي بتعمل لي صوت مثل نسمينه إحنا بالطب صرير. صوته بيزمر من الحنجره اول سحب النفس وتطريق النفس هو صفيره. في مرضى بتقول له بتطنش حاله وكذا، في مرضى بتوصل لمرحله انه ما هي ما عاد تتحمل ما عم تقدر تاخذ نفس، بتوصلنا لمرحله مثل ما قلت لك هي يحتاج لاجراءات اكثر ما هو انه والله بس نحن بعدنا عن الماده المحسسه اخذنا هواء نظيف، في مرضى تحتاج اكسجين، مرضى تحتاج ادويه توسع القصبات. المواد التنظيف بشكل عام قلت لك هي ممكن تكون سبب الريحة تبع المواد اللي فيها سبب محسس، بينما هي الخلطة اللي عم نحكي عنها هي مادة مخرشة ومادة سامة للطريق التنفسي أكثر ما هي بس مجرد أنه حساسية من ريحة الكلور. أكيد بنهاية حديثنا نشكرك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. نتمنى أكيد يمر تغير الفصول بصحة وخير على الجميع، على أي شخص بيعرف حاله يمكن حساسيته عالية أو الأشخاص المصابين بيقربوا ياخذوا احتياطاتهم مثل ما تفضلت وحكيت دكتور قدر الإمكان. قدر. شكرا لكم. دكتور وسام دلولة شكرا كثير لك. أهلا وسهلا فيك. أما هلأ رح ننتقل لمحافظة حما مع انطلاق حملة عينك على اختصاصك التي أطلقها اتحاد الوطني لطلبة سوريا، وذلك لتعريف الطلبة على الطريقة الصحيحة للتسجيل في المفاضلة الجامعية في جميع المحافظات ومنها محافظة حما. تفاصيل أكثر ضمن تقرير حسام الشب. بالتزامن مع بدء قبول طلبات المفاضلة الجامعية في مراكز التسجيل المعتمدة في جامعة حما، انطلقت فعاليات معرض عينك على اختصاصك التي ينظمها الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في محافظة حما، وذلك لتعريف الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية بالاختصاصات المتوافرة في الجامعات والمعاهد. مبادرة عينك على اختصاصك مبادرة أطلق الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، الهدف من مساعدة الطلاب يلي اجتازوا اللي حاصلين على شهادة البكالوريا باختيار فرعون عن طريق طلاب متميزين من كافة كليات ومعاهد جامعة حما، بأنهم يقدموا المعلومات كاملة بشرح تفصيلي عن الكلية، مدة السنوات، المنهاج، شو هي الفرص العمل المتاحة ما بعد بمرحلة ما بعد التخرج. نحن هم متواجدين مشان طلاب البكالوريا الناجحين داخلين جديد على الكليات وعلى المعاهد، بحيث نعرفهم على جميع الكليات والمعاهد ونعطيهم فكرة جيدة تدلهم لقدام. المعرض هو عم نحكي لجميع زملائنا اللي انتهوا من مرحلة الثانوية والمرحلة البكالوريا مثلا وانطلاقهم للمرحلة العلمية اللي هي الجامعة، عم نحكي لهم مثلا عن كلية التربية بكافة 4 سنوات. احنا هون بمعرض عينك اختصاصك عم نعرف الزملاء الطلبة المقبلين على المرحلة الجامعية اللي جايين يسجلوا على المفاضلة بالاختصاصات وكليات جامعة حما التابعة لوزارة التعليم العالي. ويستهدف المعرض الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية بغية تعريفهم بالاختصاصات الجامعية التي تتناسب مع رغباتهم وميولهم والدرجات الحاصلين عليها ليتابعوا تحصيلهم العلمي فيها. حسام الشاب، الإخبارية السورية، مدينة حما. وإلى قلعة دمشق الأثرية حيث أقيم مهرجان بأيدينا برعاية المكتب الإقليمي العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية. تفاصيل أوفى مع زميلتنا رزان سليمان. في إطار دعم الأسر المنتجة والشباب الجامعي والمحافظة على المهن التراثية، أحيا المكتب الإقليمي العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية مهرجان بأيدينا في قلعة دمشق، حيث ضم المهرجان بين 90 إلى 100 طاولة أتاحت الفرصة أمام تلك الأسر لعرض وتسويق منتجاتها. نحن معرض قيمة من اللاذقية، نحن مشاركتنا بيجمع العصور القديمة الفرنسية والعصور الوسطى مع العصر الأورينتي اللي هو نحن موجودين هلأ، وكل شغلنا طبعا هو صناعة سورية من أقمشة من خشب من جميعه. نحن بنشتغل كل شيء موني بيتية، شغل ضيعة معمولة بنفس الضيعة، مواد أولية بدون مواد حافظة، الحليب الطبيعي، نعمل كمان أصناف، يعني نعمل أجبان، ألبان، مخللات، مربيات، وكل شغل البيت بالطريقة التقليدية القديمة. شارك منتج العسل، بلشت مشروعي كنت طالب سنة أولى جامعة، بدرس أنا زراعة بجامعة تشرين، بلشت فيه كهواي خليته، وكل سنة بقصرت كبر منحل كل سنة عن سنة، هالشيء ساعدني صار عندي منحل وصرت بحاجة
حاجه حدا يساعدني، فصرت من زملائي العالم زملائي بالجامعه وزملائي بشكل عام امنت لهم فرص يجيبوا معي يعني يشتغلوا معي بنفس المشروع. صرنا كذا شب اول مره مشارك بالمعرض لتسويق منتجاتنا كشباب. كما هي العاده السوريون بايديهم قادرين على خلق فرصه للحياه والتجدد وتجاوز العقبات، فهذه المشاريع الصغيره هي خطوه في دعم الاقتصاد الوطني والارتقاء به. مثل ما تابعنا فرح مشاركات عديدة كانت من مختلف المحافظات السورية، كانت بحوالي 160 مشاركة. لنحكي أكثر عن هذا المعرض اللي افتتح ب 6 أيلول ومستمر لغاية 11 أيلول لبكرة يوم الأحد. بسعدنا نرحب بمنظم مهرجان بأيدينا فعالية الأسر المنتجة الأستاذ ماهر شيخ الأرضي. سعد صباحك. وصباحكم أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك مرة ثانية. فكرة المهرجان أول شيء خلينا نعرفها، خاصة أنه هو الموسم الثاني هي المرة، خلينا نحكي عن فكرة المهرجان، شو بيختلف عن الموسم الأول؟ هلأ بالحالة الاختلاف رح نحكي أول شيء على مبدأ إقامة هذا المهرجان. هو حالة دعم للأسر التي تقوم بأعمال داخل منزلها لنحول إنتاجها لتسويق مواد أساسية لبناء هذه الأسرة للاعتماد على الذات. هذا المبدأ أحمله المكتب الإقليمي للأسر الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية كمبدأ عمل، أن المعارض والمهرجانات هي جزء من تسويق المواد المنتجة لدى هذه الأسر. من هنا أتى فكرة تسويق المنتج لدى الأسر هذه الأسر لتقوم بإنتاج مستمر، ما تعتمد على أنه إنتاج لمرة واحدة، ويكون هذا الناتج الأسري مستمر لتعود الفائدة لدى هذه الأسرة أو لهذه الحرفة التي تقوم بمنتج مندثر نوعا ما، لأن جميع الأعمال التي تقوم في هذا المجال هي أعمال يدوية هاند ميد، يعني العمل كله عمل يدوي، إن كان من سيدة موجودة في المنزل أو طالب في الجامعة له هواية في عمل معين أو تدرب ما من أهله في السابق ليقوم بإنتاج هذا المنتج. العنوان العريض يمكن لهيك نوع من الفعاليات والمهرجانات هو فتح السوق التسويق للأشخاص اللي مقدرانين يعني يسوقوا منتجاتهم بشكل صحيح. خلينا نحكي عن نتائج إيجابية رصدتوها اليوم أو حالات شفتوها على مدى 6 الأيام الماضية. هلأ ترافق هذا المهرجان بانعقاد المؤتمر الأول للاتحاد، وكان في وفود عربية مشاركة في هذا المؤتمر، زارت هذا المهرجان وأبدت إعجابها الكبير في إنتاج هذه الأسر الموجودة في سوريا. هذه الأسر هن عم يعطوا فكرة الحرف التقليدية الموجودة بتراثنا السوري، وفي عدة أشكال متعددة من هذه الأعمال، وهي طبعا فخر لنا بكل مقاييس حياتنا أن هذه الأعمال هي بدأت من مثل اللحن السوري، مثل الحضارة العربية بسوريا، كله يندثر أمام هذه الأفكار. أتت هذه الوفود العربية وقامت بشراء عدة منتجات من هذه الأفراد، طبعا أخذوا طموح كبير وإنتاج عالي، وفي بعض المنتجات النادرة تم التعاقد مع هذه الوفود العربية لتصديرها لخارج سوريا. طبعا المكتب الإقليمي يقوم في تنظيم هذه العملية ليعطي الفائدة الأكبر لدى هذه الأسرة أو لهذه الحرفة بشكل عام. خلينا نتعرف بشكل أكبر على الأسر المشاركة، وشو هي أبرز المهن يمكن يلي مثل ما منقول شاركت بالمهرجان بالموسم الأول وبعدها مستمرة ولقت إقبال كتير كبير؟ هلأ في عنا المهرجان بشكل عام عم يقوم بإنتاج عدة اختصاصات، واللي هي الغذائية والنسيجية والحرفية وبعض الاختصاص النوادر في عملية بناء الاكسسوارات الجميلة لدى السيدات، مثل ما بتصير عندنا بازارات لسيدات الأعمال، نفس المبدأ عم يكون في هذا المهرجان بإدارة عمله. المميز في هذا المهرجان أن هناك مثلا بالمواد الغذائية لدينا أعمال نادرة جدا بإقامة النكهات الجديدة بين الحد والحلو والحار والحامض، وهي التفاصيل بتدخل بالعملية الغذائية النادرة ما الموجودة معنا بالتصنيعات الصناعية التقليدية. هي بقى العمل اليدوي عم يقوم بإنتاجها. النقطة الثانية إنه ما بحاجة لبرادات، بتعرفوا أنتوا الفكرة هلأ موجودة إنه هاي النقطة الأساسية، إنه هاي مثل المونة صارت مادة تمون بدون برادات بالهواء الطلق، ولكن لا تتعرض للحرارة، بتحافظ على مستوى طويل من وجودها، مثل الجبنة مثل المواد اللبنة، هي بحاجة لبرادات، نحن بنشتريها بالسوق بحاجة لتبريد. هاي المواد هي معمولة بطريقة مجففة بطريقة مع الملح مع هاي الطريقة اللي
اللي بيساووها هن بيخليها تعيش مدى اطول وبتوضع بالفخار وبتوضع في انتاجات محدده. البند الاخر الغذائي واللي هو المناحل، لاحظنا انه في انتاج جديد في هذا الموسم هو خل العسل. خل العسل طبعا اللي عاملته سيده من بانياس، هذا الخل يشفي من امراض السرطانيه وله تجارب وصار في تحاليل واخذ من موافقات عده، يعني حتى صار عم يشتغلوا الاسر او اللي عم يقوم بالاعمال عم يقوم بتقديم الموافقات الرسميه لحتى يحافظ انه منتجه ضمن المواصفات الصحيحه والقياسيه ان كانت الصحيه ولا الغذائيه. فهذا المنتج كثير ابدى رغبه عند الوفود العربيه انه يصدروه لخارج سوريا، وفي تعاقد مع هي الاسره او هي المجموعه، هي طالبه الصبيه طالبه من بانياس تصدر هي المواد للامارات. هلا في منتجات اخرى واللي هي المنتجات النحاسيه، تطعيم النحاس للفضه وتطعيم النحاس للذهب، في الخزف، في الصدف، في مواد السناره، في عده اشكال من اشكال المنسوجات والاعمال الحرفيه ان كانت صناعيه يعني نحاسيه او تطعيم. الاجمل في هذا المهرجان واللي هو التطعيم الجديد انه هناك مجموعه من الفتيات والشباب اليافع المتدربين هن في جامعات متعدده واللي هي دمشق الاغلب، في منهم اطباء، في منهم مهندسين، في منهم في هندسه الزراعه، في منهم في المعاهد، لهم هوايه في الرسم والتطعيم الزجاج والالوان والتفاصيل. عملنا لهم مجموعه مؤلفه من تقريبا شيء 25 طالب وطالبه عم يتدربوا لدى هذه الحرف في الاسواق الحرفيه ليقدموا منتجاتهم بشكل مجاني، وابدوا رغبه عند الجميع بطريقه ادائهم واستعدادهم انهم طلاب يقوموا بالدراسه في الجامعات وفي اوقات الفراغ يقومون باداء حرفه معينه، وقدموا لي لإلي شخصيا فنجان مكتوب عليه اسمي. فهذا الكلام بيعطي انطباع جميل انه هن عم يعطوا رغبه الزائر ليحطوا له الماده المطلوبه. طيب استاذ ماهر، خلينا نحكي اليوم عن الفكره بتوسيع اكثر هذا المهرجان، النسخ القادمه اللي ممكن تكون، هل ممكن يتحول لمهرجان دائم؟ وايضا خلينا نسال عن استقطاب هي الاسر، يعني احنا عم نحكي عن كم كبير، تخصصات مختلفه ومن محافظات من مختلفه، كيف تم هذا الشيء وعمليه التنظيم؟ انت حطيتي ايدك على الوجع مثل ما بيقولوا. طبعا هذا المهرجان هو احد او ثاني مهرجان تقوم فيه المكتب الاقليمي لاتحاد الاسر المنتجه. طبعا هدف هذا المهرجان هو تسليط الضوء على أعمال هذه الأسر أو الصناعات الحرفية التي تقوم في سوريا. المطلوب هو دعم هذه الأسر، الدعم ليس فقط مادي، الدعم معنوي، لأنه أحيانا كلمة جميلة أمام هذه الأسر بيعطيها طموح لأنه تجدد نشاطها وتعطي اندفاع أكثر، أو ينشرها منا مادة معينة لحتى ينتج مادة أخرى، أو ممكن تكون صلة وصل اليوم يعني ربطها بالمعنيين أو تسهيل بعض الأوراق عليها، يعني مثل ذكرت السيدة تبعيت بانياس خل العسل، ممكن تكون بحاجة بعض المساعدة اليوم لتوثق هذا الإنتاج تبعها لتحطه ضمن المواصفات الصحية. في عنا على كلامك، في عنا مادة من صناعة الحرير المندسر موجود في منطقة ريف اللاذقية، توقف السيد وزير الصناعة هذه الحرفة وتم النقاش مع أصحاب العمل أن هذه الحرفة كانت مندسرة، وحاول يأخذ منهم بعض التفاصيل ليكونوا جزء أساسي من الفريق الذي سوف يقوم فيه وزارة الصناعة بالمرحلة القادمة من أساس عمل هذه زيادة إنتاج الدودة لإنتاج هذا الحرير. في تشبيك مباشر، وهي المهرجانات تعطي تشبيك مع الشركات او المؤسسات او الجهات المعنيه لحتى يتعرفوا انه هناك اشخاص يقوموا باعمال نادره جدا ممكن الاستفاده منها، وتعطي طابع ان سوريا تقوم بالحفاظ على هذا الارث الحضاري. واذا بنلاحظ نحن بالفتره الاخيره بفتره الكورونا جميع من سافر الى خارج سوريا ابدا يعني انطباع جميل انهم يقوموا بصناعه المواد الغذائيه بشكل مختلف، بصناعه اي عمل حرفي بشكل مختلف، وكان في اقبال غربي يعني كبير على المنتجات السوريه في اي دوله من الدول التي سافر عليها بعض الاشخاص في سوريا. المواد والاعمال الموجوده عندنا هي بالفعل تحفه كثيره، والمكان اللي ساوينا فيه هذا المهرجان هو اكبر دليل انه قلعه دمشق هي جزء من الاثار السوريه، وادينا هي الفكره لحتى تكون متوضعه ضمن هذه القلعه لحتى نحافظ على كل مكونات هذا المهرجان. نعم، بالنسبه استاذ ماهر للاسر اللي شاركت او اللي بتحب تشارك،
كيف آلية التواصل مع حضرتكم؟ المكتب الإقليمي له موقع على الفيسبوك، بيقدم استمارة للمشاركة، ممكن ينتسب أو ممكن لا ما ينتسب بالمرحلة الأولى. هذا العمل هو جزء من آلية تطوير فكرة الأسر المنتجة، أنه نفتح لهم تسويق الإلكتروني، ومن ثم ممكن يكون في مقابلة لدى المكتب، أو إذا كان خارج المحافظة ممكن الاتصال يكون تليفوني. بنشوف طبيعة المشاركة، بناخذ صور عن هذه المنتجات، بنشوف شو الطريقة اللي لازم نحن نطور فيها الفكرة، وبنأدي لهم الخدمة بالشكل المطلوب. الأسر اليوم كان عندها رسوم للمشاركة بهذا؟ لا أبداً، مجانية، بشكل مجاني. طيب يتحمل المكتب الإقليمي كامل التكاليف. بالختام خلي رسالة اليوم حابب توجهها اليوم لكل الأشخاص المشاركين، لأشخاص حابين يشاركوا، لا يمكن أشخاص مهمين زاروا المهرجان، تفضل. اللي مطلوب أنه الجميع يجي يشوف هذه المنتجات، يقدم الدعم المعنوي ولو ببسمة بسلام لهذه الأسر، يعطيهم دعم معنوي بالبداية، ومن ثم المنتج الموجود إذا أدى الرغبة ممكن يحتفظ فيه الشخص كتحفة في المنزل، لأنه هذه الأعمال كلها أعمال يدوية نادرة لا تتكرر. ونحن بنعرف إن سيدات الأعمال أو السيدات أو أي شخصية أخرى ممكن تنتقي أي عمل يكون في البيت، هو نادر بالنسبة له وبتحافظ عليه، لأنه في جزء من الروح. كل الأعمال الموجودة هي في علاقة روحانية موجودة فيها، لأنه عم يشتغلها إنسان وطاقة الإنسان موجودة فيه، والمادة هي مادة طبيعية، فكل المحتوى هو محتوى إنساني بيعطي إمكانية لنطور عملنا. المطلوب هو المؤسسات المعنية تقدم دعم لهذه المشاريع، لأنه هي بس بدها دعم بسيط، ونحن كمكتب إقليمي رح نقوم بالدور بالنسبة للتسويق وإمكانية بيع المنتجات. وهذا الدعم هو بينتقل لحتى استمرارية الأسرة تعتمد على نفسها. شايفين التضخم الاقتصادي الموجود في العالم، نحن منحافظ على أسرنا أنها تكتفي ذاتيا، لا عاد تحتاج إمكانية لا المعاشات ولا المبالغ اللي ممكن تأخذها من أو أبنائها في الخارج، لا، بصير اكتفاء ذاتي من هذه الأسرة لتعتمد على نفسها ويصير المصروف ذاتي ونكون إمكانية كبيرة. نتمنى أكيد نحن هاي المشاريع الصغيرة يلي أثبتت اليوم نجاحها وأثبتت جدارتها تتوسع بشكل أكبر وتوصل لعدد كبير من الناس. ما قدر يدعم ماديا بيقدر يدعم معنويا طبعا. كل الشكر لك أستاذ. شكرا، شرفتونا أستاذ. صباحكم ماهر شيخ الأرض، منظم مهرجان بأيدينا، شكرا كثير لوجودك معنا. العفو، شكرا. أكيد نرمين لهون نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. نتمنى أكيد نكون قدمنا لكم كل المتعة والفايدة بأضيوفنا المميزين اللي حاولنا ناخد اختصاصات مختلفة ومميزة نواكب الشارع السوري وشو عم بيصير، سواء من فعاليات أو حتى أخبار تانية من مختلف أنحاء العالم. موعدنا بكرة بأفكار جديدة وضيوف جداد. نتمنى لك نهار حلو نرمين. وإلك فرح، بدي أشكرك ولكل مشاهدي الإخبارية السورية. يا رب بقية هذا اليوم تحملكم كل تفاصيل الخير والرزق وراحة البال، والسوريين والمكان كونوا بألف ألف خير. باي باي.